السلام عليكم. نبدأ اليوم بوقفة مع المحلل العسكري في صحيفة إسرائيل هيوم اسمه يوآف ليمور، يتحدث عن حالة الرضا الإسرائيلية التي كانت أمس بأنهم أحبطوا ضربة حزب الله انتقاما على اغتيال القيادي في الحزب فؤاد شكر. يقول بالمقابل أيضا حزب الله يتباهى بأن جزء من الضربة قد نجح، ولكنها كانت أقل مما كان قد خطط له الحزب وبكثير، لأنه كان هنالك نجاح عملياتي ونجاح استخباراتي، معلومة دقيقة وصلت في وقتها لإسرائيل فاستطاعت أن تتحرك. ولكن من جهة أخرى تمكن حزب الله من إطلاق حوالي 300 صاروخ، ولكن الفكرة الرئيسية وهي حسب الكاتب إصابة أهداف استراتيجية في منطقة المركز وفي خليج حيفا وإلحاق أضرار بمنشآت عسكرية تابعة لسلاح الجو في منطقة الشمال، يرى الكاتب هذا كله لم ينجح. ورغم ذلك حسب رأيه يجب عدم المبالغة إسرائيليا يقصد في حجم الإنجاز. صحيح إسرائيل حققت انتصارا تكتيكيا، لكن في المجال الاستراتيجي ما زالت مهزومة. يقول ما زالت مهزومة لأن الشمال لا يزال مهجورا، لا يزال متروكا، وعودة المواطنين إلى الشمال هذا كله متعلق بالمفاوضات بشأن الصفقة التي إذا أعلن نهائيا أنها فشلت فهذا سيزيد التصعيد في الشمال وسيزيد التصعيد في الضفة وسيدخل أو سيزيد من وتيرة دخول إيران والحوثيين في اليمن، ولهؤلاء كلهم بالذات إيران والحوثيين ما زالت لديهم ملفات مفتوحة مع إسرائيل لم يتم أو لم يقوموا بإغلاقها، فيرى بأن فشل المفاوضات سيؤدي بهم إلى أن يدخلوا للخط بشكل أكبر لإغلاق هذه الملفات الانتقام. يعني في سياق مشابه هنالك مقال كتب فيها آرتس لكاتب اسمه يوانا جونين، يقول الإعلام الإسرائيلي خان الأمانة أمس، خدع الجمهور لصالح الحكومة لصالح نتنياهو ومن حوله، فمن قام في إسرائيل صباح أمس شعر بأنه تل أبيب نجت من آلاف الصواريخ التي وجهت لها وأن الطيران الحربي دمر 6000 صاروخ، لا أقل من 6000، لكن هذا لم يكن دقيقا، لقد عرضوا صورة وكأن رئيس الحكومة يدير حدث إزالة تهديد كبير عن إسرائيل، أما تدريجيا تبين بأن الواقع مختلف قليلا، القصف لم يكن لتل أبيب بالضبط، ليست هي المستهدفة، وليس بالضبط 6000 صاروخ، وليس إزالة تهديد خطير بالضبط، هو يوم آخر، مر يوم آخر يشبه بقية الأيام على إسرائيل، العاصفة كانت أقوى كثيرا، هذا كل شيء، وكل ذلك ضمن حرب الاستنزاف التي يخوضها حزب الله ضد إسرائيل وتخوضها الحكومة أيضا ضد مواطنيها كما يقول. وتبين أن الطرفين حزب الله وإسرائيل لا يريدان التصعيد، وتبين أن وسائل الإعلام لا تقوم بوظيفتها، فالصحفيين الإسرائيليين ينجرفون بسهولة للحماس الوطني عندهم بدلا من التحقق من دقة المعلومات، وبدل أن يقوموا بشيء من النقد صباحا. أخيرا يقول الكاتب عندما يتصرف الإعلام بهذه الطريقة فإنه يخون المشاهدين ويخدم بالأساس رئيس الوزراء الذي يحاول بيع أوهام النصر المطلق، بينما يتعرض الشمال لقصف مستمر يحاول أن يجعلنا ننسى أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام في الشمال هو ليس تدمير 6000 صاروخ حقيقية أم متخيلة مع حزب الله، إنما إنهاء الحرب مع حزب الله، التوجه لصفقة وحل سياسي، غير ذلك لن يكون هنالك حل. ونتنياهو وأمس بتعاون من وسائل إعلام إسرائيلية خانوا الجمهور، خانوا الحقيقة.